السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيعمل لك ايموجي بالشكل اللي انت عايزه، فتقدر تديله وصف مثلا لأي كلمة انت عايزها ويبدأ ان هو يعمل لك الصور. يعني مثلا هقول له هاي فايف مثلا واقول له جنريت، فهو يبدأ يعمل لي الصور. ممكن اقول له عايز صور مثلا اهرامات، عايز حاجة قدام المصريين، دي صور اللي هو لسه عاملها دلوقتي زي ما انت شايف، في صور كتيرة جدا اتعملت. هاي فاي فاي، طب مش عجباني ممكن تقول له لا دي مش عجباني، او عجباك تقول له اوكي. ممكن تقول له بقى اعمل هاي فاي تانية، يعني كل مرة بيعمل لك صورة مختلفة لحد ما يعمل لك الصورة اللي تعجبك. تمام، هنا مثلا حد قال له عايز اوباما، في حد قال له عايز الحيوان دوت، عايز تسلا. تمام، هاي فايف ماشي، لو عجبتك اوكي. فهو بيبدأ يعمل لك صور زي ما انت عايز، وانت برضو تقدر توافق او تعترض على الصورة. تمام، هنا مثلا وودي، تبدأ ان انت مثلا عايز الصورة دي تقدر ان انت تسيفها وتستعملها في اي حاجة انت بعد كده عايز تبعتها لحد من الاصدقاء بتاع، او انا عايز ابعتها في حد بيحب وودي هبعتها له. تمام، في الداونلود ماشي. موقع فكرته ظريفة، بيعمل صور ايموجي بالذكاء الاصطناعي. طبعا ايموجي ده بيفكرنا بالرسومات الموجودة ايام زمان على المعابد ايام عصور الاسرات، كانت في رموز كده. فخلاص احنا نستغنى عن الكتابة ونرجع للايموجي.